بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الأنعام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله وهو الحكيم الخبير فيه مسائل جاوز بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. المسألة الأولى: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات مسائل تجاوب بها من أشار عليك بأمر تصير به مرتدا، كدعاء غير الله الذين يدعون إلى دعاء الأموات وأصحاب القبور والأولياء والصالحين ويقولون إنهم ينفعون ويضرون ولهم مكانة عند الله، لهم منزلة عند الله، تتخذهم وسائط بينك وبين الله. هذا شرك أكبر ضد عن الإسلام. أنت تقول له: أن يدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أن نرتد بذلك عن ديننا. هذا جواب من الآية الكريمة، جواب من الآية الكريمة، أن من دعا إلى عبادة غير الله أنه يدعو إلى الردة عن دين الإسلام فلا يقبل من ذلك. نعم. المسألة الأولى: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تجبر عن هذا وتقبل على هذا؟ نعم، أندعو من دون الله غير الله ما لا ينفعنا، إذا طلبنا منه حاجة، ولا يضرنا إذا تركنا عبادته، إنما هذا لله عز وجل، وهو الذي يستجيب لمن دعاه، وهو الذي يكشف الضر عن من دعاه. وأما المعبودات من دون الله إنها لا تنفع ولا تضر، بمعنى أنها لا تملك نفعا لمن دعا، ولا تضر من أعرض عن دعائها، إنما هذا لله عز وجل، هو الذي يملك الضر والنفع. والدعاء هو أكبر أنواع العبادة، كما قال سبحانه: فلا تدعوا عن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فلا يدعى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي
يجيب الحاجات، وهو الذي يدفع الضرر عمن دعاه. أما هذه المخلوقات لا تملك شيئا. نعم. ومن دعاها ارتد عن دينه. نعم. ثانيا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الثانية أن من عرف التوحيد وإخلاص الدعاء لله والعبادة لله فقد هداه الله، هداه الله وتوجه إلى الله عز وجل فصار موحدا. ومن دعا غير الله ارتد على عقيدته، ارتد عن دينه. هذا فيه دليل على أن دعاء غير الله ردة عن دين الإسلام. لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك الإجابة من دعاه إلا الله عز وجل، فكيف ندعو غيره؟ نعم. الثانية، ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله، كيف إذا تصور التائم في المهامه التي تهلك إلى هدي إلى الطريق، ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. هذا مثال يوضح الله به حالة الذين يدعون غير الله، أنهم مثل الذي يقع في مهلكة ومتاهة، يقع في مهلكة ومتاهة، أشرف على الهلاك. كيف يدعو غير الله في هذه الحالة؟ من يغيثه في هذه الحالة إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه ضرب المثل الذي يوضح المقصود، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هذه وين يروح، وليس معه ماء وليس معه طعام، حيران يدعونه إلى الهدى، ائتنا الهدى عندنا يقولون، وإن الهدى هدى الله ليس لغيره الهدى، بمعنى أنه ينقذه من هذه المهلكة ويهديه إلى طريق النجاة إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء غرور، دعوتهم له غرور. نعم. الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ما يدري وين يروح، له أصحاب من أهل الضلال يدعونه يلهم يقولون الهدى عندنا، فيجاب قل إن الهدى هدى الله، أما أنتم فلا تملكون الهدى من هذه المهالك، لا تملكون ذلك. نعم. هذا فيه إجابات دعاة الضلال. نعم. السالمة، مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه. نعم. أن هذا الذي يستجيب لدعاة الضلال إذا وقع في المهلكة ويترك دعاء الله، أنه مثل الذي يتبع الغيلان، لأن المسافر والذي يسير في الليل اشتبه عليه الطريق فترى له نيران أمامه، يحسبها أنها نيران عنده ناس وعنده مطلوبه فيذهب إليها، فإذا وصل لم يجدها شيء، انتقل إلى مكان آخر فيصبح في بين نيران مهمية. هذا الغيلان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطردها عن الإنسان. فهؤلاء الذين يدعون إلى الضلال وإلى الشرك ويقولون عندنا لك النجاة وعندنا لك
مطلوبك عندي. هذا مثل اللي يتبع الغيلان. الغيلان تقول له الطريق هنا ولا راح نلقى شيء، يروح يشوف نار ثانيه يروح ما يلقى شيء، لانهم جن، هذول جن يتراءون له يهلكون. فيا لها من امثله عظيمه توضح الرد على دعاة الضلال الذين يراقبون في دعاء الأموات والمقبورين والأولياء والصالحين ويدعون إلى الشرك، يزعمون أن هذا فيه النجاة مع أنه هو عين الهلاك. نعم. الرابعة أنه إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو الهدى. نعم، فلا يلبس عليك بالغرور والمواعيد الكاذبة والتدجيلات عن هذه الأضرحة تنفع وتضر وأن أصحابها يفعلون كذا وكذا. لا تقل، تقول ليس عندها هدى، بل عندها ضلال. الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، والذي يهدي إلى الحق، يهدي إلى النجاة ويهدي إلى الخير، فكيف تعادل هؤلاء؟ بالله عز وجل تقبل دعوته، فاترك دعوة الله لك إلى التوحيد وإلى الطاعة وإلى العبادة. نعم. الخامسة إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، كيف أوافقك؟ تقول إجابة أخرى، وأمرنا لمسلم لرب العالمين لا مسلم لغيره، ألا نستجيب لكم؟ لأن الله أمرنا المسلم لرب العالمين وحده، رب الذي يملك عباده الضر والنفع والخير والشكوى الهدى والضلال وينجي من الشر، ورب العالمين هو اللي يقدر، ولا تقدر على شيء. كيف تعادل برب العالمين يستسلم لها ويستجاب غرورها وباطلها؟ هذا يترك الاستسلام لرب العالمين ويستسلم لأعدائه من دعاة الضلال والهلاك. هذه الآيات هادمة للشرك من وصوله، ومبينة لموقف المسلم من دعاة الضلال أنه لا يقبل منهم أبدا ولا يستجيب لي تزيينهم وتلبيسهم، إنهم يلبسون على الناس وهم الذين أضلوا كثيرا من الناس، فمن استجاب لهم أهلكوا، ومن تركهم وتوكل على الله وأقبل على الله نجا من هذه المهالك. شبه الله الضلال بالمهلكة من الأرض، ما الذي ينجي منها؟ واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين يدعون للنجاة، فأقبل دعوتهم تنجو، أما إن قبلت دعوة عباد القبور إنك تهلك معهم. نعم. إجابتك إياه عني مأمور بالإسلام لرب العالمين. وأمرنا كل الناس مأمور، وأمرنا المسلم رب العالمين الذي يملك الملك ويملك كل شيء، هذه ما تملك شيئا، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، كيف تملك لغيرها؟ نعم. كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟ كيف أوافقك يا داعية الضلال؟ أوافقك على ترك الهدى، هدى الله عز وجل، والإسلام لله، وأسلم لك، أسلم نفسي إليه،
الثالثة أني مأمور بإقامة الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه. وأنا أقيم الصلاة على أمر من الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي أعظم أنواع العبادة العملية بعد التوحيد. الصلاة هي أعظم العبادات العملية، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر الله أكبر، الركن الثاني من أركان الإسلام، هي عمود الإسلام. ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة. وإن هو المقصود الصلاة الصورية، مقصود الصلاة القائمة بأركانها وواجباتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع الخشوع لله عز وجل فيها، هذه إقامة الصلاة. فمن أقامها نجا، هي التي تنجي من المهالك، لا أن الذي ينجي من المهالك دعاء الأموات والمقبورين ذهب إلى الأضرحة. نحن نذهب إلى المساجد، إلى بيوت الله، ونقيم الصلاة فيها، ولا نذهب إلى الأضرحة والمباني التي على القبور، التي عليها القباب والزخارف، ما نذهب إليها، لأن هذه أوثان، أوثان شرك، لا نذهب إليها، إنما نذهب إلى المساجد ونقيم الصلاة فيها، هذا الذي أمرنا به. فرق بين من يذهب إلى المساجد ومن يذهب إلى المشاهد، فرق بين من يدعو ربه ويخلص العبادة له ومن يدعو غير الله، يستغيث لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فرق بين هذا وهذا. لمن يعتذر ويستغفر. نعم. السابعة أني مأمور بمخافة الله واتقائه، وأنت تدعوني إلى ترك ذلك. واتقوه، أن يقوم الصلاة واتقوه، يعني مع الصلاة اتقي ربك، فعل أوامره، ترك ما نهى عنه، أي هي التقوى. سمي التقوى لأنه تقيك من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل. التقوى كلمة جامعة لفعل الخيرات وترك المنكرات، هذه هي التقوى. سمي التقوى لأنها تقي صاحبها من الهلاك، من العذاب، من غضب الله سبحانه وتعالى. أن يقيم الصلاة واتقوه، مع إقام الصلاة عنده تقوى لله وخشية من الله، طمعا في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، هذه هي التقوى. نعم. الثامنة أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس له، من ليس لي عنه ملاذ. أنك أيها الداعية إلى الضلال تأمرني بمقاطعة من لا يغني عنه شيء، وهو الله سبحانه وتعالى، هو يغني عن كل شيء ولكن لا يغني عنه شيء، فأنت تأمرني بمقاطعته والإدبار عنه إلى عبادة غيره. نعم. التاسعة أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض. نعم، وهي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلقهم الله لعبادته لا لعبادة غيره، فكيف يتركون عبادة الله التي خلقوا لها
ويعبدون غير الله، هذا من الانتكاس والعياذ بالله، وهذا نتيجة الاستجابة لدعاة الضلال وشبهاتهم وترهاتهم وأباطيلهم. هذه نتيجة، هذه نتيجة هذا الأمر. نعم. العاشرة: أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون مع عظم شأن ذلك اليوم. نعم. وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون يوم القيامة. كل الخلائق تحشر إلى الله، لا يهرب منهم أحد، الكفار والمسلمون والموحدون والمشركون والعصاة والزنادقة والشياطين والملائكة كلهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازي كل عامل بعمله. فكيف تأمرني أن أدبر عن هذا وأنسى هذا الحشر وأنساق معك إلى الضلال والهلاك، وأترك الله عز وجل الذي نحشر إليه ويحاسبنا ويجازينا؟ كيف تأمرني بذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ تذكر هذا اليوم حينما ترى هؤلاء المشركين ودعاة الضلال، تذكر هذا اليوم وأنهم سيحشرون إلى الله، ما هم مهملون، ليسوا مهملين، سيحشرون إلى الله عز وجل ويوقفون بين يديه سبحانه وتعالى، يحاسبهم ويجازيهم. فهذا مما يعين المسلم إذا تذكره، يعينه على طاعة الله ويباعده عن معصية الله، مما يعينه على الاستجابة لدعوة الله وترك دعاة الضلال والشرك هؤلاء. فيتذكر الناس كلهم سيحشرون إليه، ما يروحون لولا أو يختفون أو يذهبون إلى من ينصره، ما في أحد ينصر في هذا اليوم، ما في أحد ينقذ. يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هذه المعبودات تبطل يوم القيامة وتتبرأ ممن عبدها. تبرأ ممن عبدها أخرج ما يكون له، ولا يبقى إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. فليتذكر هذا. نعم. الحادية عشرة: أن قوله تعالى قوله الحق لا خلاف فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. أن هذا الرب سبحانه الذي إليه تحشرون قوله الحق وقول ما سواه باطل، فكيف استجيب لك وقولك هو الباطل وقول الله جل وعلا هو الحق؟ تعرض عن قول الله وآخذ بقول أعداء الله، هذا من الانتكاس والفطرة. نعم. الثانية عشرة: أن الموت كله له يوم ينفخ في الصور، فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك؟ يوم ينفخ قوله الحق وله الملك، له الملك يوم ينفخ في الصور، ما فيه ملوك، ما فيه رؤساء، ما فيه ملك إلا لله. لمن الملك اليوم؟ يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، لأن ما يقدرون على يقولون لنا الملك
ينازعون الله سبحانه وتعالى فيسكتون فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار وله الملك يوم ينفخ والصور والصور هو القرن الذي بيد إسرافيل الموكل بالصور فيه أرواح العباد ينفخ فيه نفختين النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق يعني مات وهلك من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله كلهم يموتون بالنفخة الأولى نفخة الصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه نفخة البعث فإذا نفخ فيه صارت كل روح إلى جسمها وقاموا ينظرون نفخ فيه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يساقون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد يحشرون في صعيد واحد الأولون والآخرون له الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة تفنى الملوك والأملاك ولا يبقى إلا الله جل وعلا مالك الملك فكيف ما يتصور الإنسان هذا كيف يغفل عن هذا يتعلق بهذه الزخارف يتعلق بهذه الدعوات الباطلة وينسى هذا اليوم الله سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل فإن أمهلهم في الدنيا أو من شقاوته أحسب أن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم أننا نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب عظيم فإن أمهل الله لهم فإن لهم موعدا لن يتخلفوا عنه وهم داخلون في ملكه لا يخرجون عن ملكه وله الملك يوم ينفخ في الصور فكيف لا تتذكر هذا وتقبل على طاعة الله وعبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع نعيم هؤلاء المجرمين الذين يريدون إهلاكك ويريدون إغواك تخارف القول فلان دعا عند القبر فلان حصل له كذا فلان استجيبت دعواته فلان هذا كذب هذا كذب وإن كان شيء حصل من هذا فهو استدراج استدراج من الله سبحانه وتعالى نعم الثالثة عشرة أنه عالم السر وأخفى فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله جل وعلا عالم الغيب ما غاب عنا من الأمور المستقبلة والأمور الحاضرة التي لا نراها والشهادة ما نشاهده أمامنا وننظر إليه من خلق الله وملك الله سبحانه وتعالى كله يعلمه الله هو سبحانه عالم الغيب وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويشعرون أيان يبعثون فعلم الغيب من اختصاص الله فمن ادعى علم الغيب من الكهان او العرافين او السحره فانه كافر من نواقض الاسلام ان يدعي الانسان علم الغيب لان الغيب لا يعلمه الا الله او من اطلعه الله على شيء منه من الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن اختصاص الله سبحانه وتعالى
والذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة. أما نحن ما نعلم إلا ما نشاهده، ولكن نؤمن بالغيب، نؤمن بما أخبر الله عنه من أمور الغيب، صدق بذلك وإن لم نرى، اعتمادا على خبر الله ورسله نؤمن بالغيب. نعم. الرابعة عشرة أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه ومن يطيعه، ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها. وهو الحكيم الخبير، واسمعنا من صفات الله عز وجل، الحكيم الذي يحكم الأمور ويتقنها، أحسن كل شيء خلقه. والحكيم أيضا هو الذي يضع الأمور في مواضعها فيعذب من يستحق العذاب ويرحم من يستحق الرحمة. ما يضع الرحمة في الكافر أو في المشرك، ولا يضع العذاب في المتقي والمؤمن، وإنما كل شيء له موضع. العذاب له موضع والنعيم له موضع. أما الذين يجحدون حكمة الله يقولون يفعل لا لحكمة، هؤلاء أهل الضلال، وإلا له الحكمة سبحانه وتعالى، الحكمة التامة. لا يمكن أن يعذب المتقين وينعم المجرمين أبدا. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. هو الحكيم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. اعملوا ما شئتم من الكفر والإلحاد والشرك والشك، لكنه خبير سبحانه يعلم ذلك، لا يخفى عليه، وسيجازيكم عليه يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، هذا تهديد هو تخيير. اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، لأن الله ليس بغافل عنكم، وخبير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. فلا يظن المجرم أنه إذا سلم في هذه الدنيا أو نعم في هذه الدنيا أو أعطي ما يشتهي من هذه الدنيا أن ذلك لحظه، إنما هذا لسوء حظه، لأنه استدراج ليزداد من الإثم والعياذ بالله. فلا يقال والله اليوم نشوف الكفار في زهرة وفي نعيم وعندهم مقترعات وعلوم، هؤلاء هم اللي على الحق، أما المسلمون فمتخلفون. والمسلمون أيضا، المسلمون هم اللي قصروا، هم الذين قصروا، ولو تعلموا ولو قلبوا هذه الأمور لأدركوها، لكنهم قصروا تكاسلوا. وهؤلاء جدوا في دنياهم فأعطاهم الله من الدنيا، لكن المؤمنون إن فاتهم حظ الدنيا لم يفتهم حظ الآخرة. وأما الكفار وإن جاد لهم حظ الدنيا فقد فاتهم حظ الآخرة، فخسروا دنياهم وآخرتهم. لا قياس أو لا موازنة بين المؤمنين والمسلمين وبين الكفار والمشركين. المسلمون خير من الكفار على كل حال، المسلم خير من الكافر على كل حال، ولو كان المسلم مقصر فإنه خير من الكافر. الكافر لا خير فيه وإن كان يرفض النعيم في ملاذ الدنيا وشهواتها، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يفرحون بما أوتوا ويفخرون بذلك، ثم يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون.
ذرني ومن يكذب بهذا الحديث بالقرآن سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فلا يغتر بما عند الكفار زهرة الدنيا وزخرفها لا يغتر بهذا. قال الكفار خير من المسلمين, المسلمون عندهم تخلف وعندهم يقول نعم عندهم تخلف هذا تقصير بلا شك, ولكن المسلم خير من الكافر مهما كان, لا يقاس هذا بهذا. ونقل عنه أيضا رحمه الله: وأما قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى قوله وهو الحكيم الخبير, فبه 14 جوابا: لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها. نعم, هذه الآيات عموما فيها الإجابة لمن يزين لك ما عليه أعداء الله وأعداء الرسل بزهرة الدنيا ومتاعها. هذه الآيات فيها الإجابات عن ذلك التي مر ذكرها وأكثر منها, وهي آيات عظيمة وبينات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فيها المقارنة بين دعاة الضلال ودعاة الهدى, فيه التشبيه لمن وقع في الضلال لمن وقع في مهلكة من الأرض فتراءى له الغيلان كما يتراءى له دعاة الضلال. كل يدعوه, كل يدعوه يقول الحق عندي وتعال عندي ولا يقول تعال عندي, لكن الحق واحد ما هو تعالى. الحق هو ما دعاك إليه الرسل, هذا هو الحق, هو طريق النجاة, هو طريق السلامة. لا ليس هناك طريق غيره مهما زخرفوا الطرق. الله جل وعلا يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أطلقت طريق النجاة تقع في طرق الهلاك, أن ترك الصراط المستقيم وذهب مع السبل وقع في الهلاك. مثل يمشي وظلام الليل وفي سهر إن كان مسك الجادة أو على طريق النجاة, إن كان راح للجواد الأخرى عن يمين وشمال هو يهلك. هذا مثال يوضح الصراط المستقيم وطرق الضلال الملتوية التي عليها دعاة الضلال. نعم. ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه. نقف عند هذا إلى درس آخر. نعم. أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ويستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أبي ملتزم بالأوراد التيجانية بالزوايا وهو الآن فاقد للذاكرة, هل أستغفر له وأترحم عليه إذا مات؟ إن كان على الشرك بالله عز وجل فلا تترحم عليه ولا تدعو له, انه مشرك. ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى بعد ما تبين لهم انه اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه, فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه, ان ابراهيم لاواه حليم. إذا كان أنه عنده شرك بالله واستمر معه إلى أن فقد الذاكرة صار ما عنده وعي, لا يترك وحاله. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا سائل يقول: هل منكر البعث يعتبر منكر للربوبية؟ منكر البعث وكذب لله سبحانه وتعالى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملوا. الذي ينكر البعث كافر، والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمنكر البعث كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، بل مكذب لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أدعوكم الله. هذا سائل من فرنسا يقول: هل من نصيحة لأبنائكم في فرنسا عامة وخصوصا المسؤولين عن المساجد؟ نعم، نسأل الله لنا ولهم الثبات على الحق، نسأل الله عز وجل لنا ولهم معرفة الحق أولا، معرفة الحق ثم الثبات عليه، ونوصيهم بالعلم، تعلم العلم النافع على أيدي العلماء، على أيدي العلماء الثقات أصحاب العقيدة السليمة، أن يتعلموا ويعلموا، يتعلموا العلم ثم يعلمونه لمن عندهم، هذا هو طريق النجاة للجميع، وهذا فيه أجر عظيم، خير كثير. نعم. السلام الله عليكم. هذا سائل أيضا من ألمانيا يقول: هل من كلمة توجيهية عن النظافة في الإسلام لأننا نشاهد تساهلا في ذلك؟ النظافة طيبة، النظافة طيبة، الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله جميل يحب الجمال. الإنسان يتجمل ويتنظف من القارورات والأوساخ، لن يمثل الإسلام، يمثل الدين، ويكون نظيفا، يكون جميلا في مظهره، يكون طيب الرائحة، يكون يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: هناك مسجد قديم يوجد به ضريح وهو الوحيد، هل تصح الصلاة فيه؟ لا، لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنها صلاة عند القبور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، فإذا صلاها عند القبر فإنها لا تصح صلاته، لأنها صلاة منهي عنها، تصلي في المساجد التي ليس فيها قبور. وإذا لم يكن هناك مساجد ليس فيها قبور، فالمسلمون يجعلون لهم مسجدا أو مصلا خاصا يصلون فيه، ولا يصلون في المساجد التي فيها القبور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة المهامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ المهامة هي الأرض القاحلة التي ليس فيها ماء ولا فيها طعام، متاهة، متاهة من الأرض. أحسن الله إليكم. هذا سائل من طريق تويتر يقول: شاب يريد أن يهاجر من بلده لكثرة المعاصي فيها، ووالداه لا يرضيان بذلك خاصة وهو يشتغل وغير متزوج، فما نصيحته؟ إذا كان والداه يحتاجان إليه ويجلس عندهما ويخدمهما يتمسك بدينه، يتمسك بدينه ويخدم والديه، ولا يتركهما للضياع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح التهجد بالقرآن من المصحف؟ لا بأس، يعني صلاة الليل ما يحفظ من القرآن
إلا قليل أو ما يحفظ شيء يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف لا بأس. يصلون العجل وصاحب التراويح والتهجد، لأن صلاة الليل تحتاج إلى قرآن كثير، وهذا لا يمكن إلا لمن يحفظ القرآن. أما الذي لا يحفظ يقرأ من المصحف. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الفريضة فلا حاجة إلى القرآن من المصحف، لأن يكفي فيها ما تيسر، سورة القصار أو الآيات يكفي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أخي يملك مطعما في بلاد غير مسلمة وهو مختار، هل يفتح المطعم في أيام رمضان أم لا، علما بأنه يوجد في البلد مسلمون؟ لا، ما يفتح النهار، هذا مظهر يخالف منهج الإسلام. النهار ما في أكل ولا شرب، يحترم الشهر ولا يفتح ولو كان في بلاد الكفار، يعني مسلم يمثل الإسلام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل نحتج بالخلاف مع النص؟ هذا ضلال، اللي يترك النص يذهب لقول فلان وعلان، هذا ضلال. إذا عرفت النص فإنك تتمسك به ولو خالف من خالف فيه، لأننا مأمورون بالاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة جماعة في الاستراحة وهم قريبون من المسجد؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. من سمع النداء الأذان لم يأته لا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله، وما العذر؟ على خوف أو مرض. لا يجوز، ما دام يسمعون الأذان وهو قريب منهم لا يصلوا في المسجد، لا يصلي ويرجعون إلى الاستراحة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك بعد إقامة الصلاة؟ التزام هذا دائما ما ورد، لا يجوز الاستمرار عليه، لكن شكل الدعاء بما تيسر عنده، ولا يثبت على دعاء واحد من غير دليل. أثابكم الله. يقول أيضا: بعض المصلين يرفع يديه بعد الصلاة ويقرأ المعوذات ويمسح بها جسده، وكذلك يرفع يديه ويمسح بها جسده. هذا الورد، لأن الإنسان يورد بعد الصلاة، صلاة الصبح، صلاة المغرب، يورد على نفسه، يقرأ، ينفث بيديه، يقرأ الآيات وينفث في يديه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم. جزاكم الله. يقول السائل: ولدي يريد الذهاب لماليزيا للدعوة، هل تنصحونه بالذهاب؟ إن كان عنده علم، يذهب يدعو إلى الله ماليزيا وغيرها. أما إذا لم يكن عنده علم إنه لا يذهب، أو يلتزم مذهب غير مستقيم يدعو إليه، إذا كان يدعو المنهج أهل السنة والجماعة وهو يعرفه، متعلم يعرف هذا، يعرف منهج أهل السنة والجماعة يدعو إليه، طيب. أما أنه يدعو إلى منهج فلان أو الجماعة الفلانية، لا، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. الدعوة إلى المناهج والجماعات المخالفة لمنهج السلف هذا لا يجوز في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سافرت إلى الرياض وجلست بها يومين أو أكثر، هل أجمع وأقصر أم أقصر فقط؟ إذا سافرت إلى الرياض وجلست بها يومين أو أكثر، هل أجمع وأقصر أم أقصر فقط؟
إذا كانت الرياض ليست بلدا لك وإنما تذهب إليها لحاجة تكون فيها أربعة أيام فأقل فلك القصر والجمع، ولكن الاقتصار على القصر فقط وترك الجمع صلاة كل صلاة وقتها هذا أفضل. وإذا كان عندك مسجد أسمع الأذان فإنك تصلي مع الجماعة ولا تصلي وحدك، تذهب تصلي مع الجماعة وتتابع الإمام في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أثناء سفري يوم الجمعة هل أصلي الجمعة ظهرا أربع أو اثنتين وهل أجمع العصر معها؟ السفر يوم الجمعة بعد الأذان الثاني يعني عند دخول الخطيب لا يجوز السفر، إذا أذن الأذان الثاني يلزمك صلاة الجمعة من بلدك يعني في بلدك، أما إذا كنت في بلد مارا به فأنك تصلي الجمعة مع المسلمين أفضل، وإذا لم تصلي أو صليتها ظهرا فلا بأس بذلك لأنك مسافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كم عدد سنن الصلاة ما بعد الجمعة؟ أرجو التفصيل في هذا. إذا صلى في بيته يصلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد يصلي أربعا بسلامين، هذا الذي وردت به الأدلة. أحسنكم الله. يقول ما هي السنة في رفع اليدين أثناء الاستسقاء؟ سنة رفع اليدين والمبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه عند الدعاء في الاستسقاء حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. من نام ولم يصلي الوتر حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فماذا عليه؟ فاته الوتر، طلع الفجر فاته الوتر، يقضيه بعد ارتفاع الشمس يشفعه الوتر بثلاث يصلي أربع ركعات بسلام، الوتر بخمس يصلي ست ركعات بثلاث تسليمات وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول أسألك بالله وقول وجه الله عليك سواء الاستفهام عن شيء أو طلب شيء؟ أسألك بالله الوارد، واتقوا الله الذي تساءلون به أسألك بالله، وهذا يكون قسم، إذا قلت أسألك بالله فقد حلفت عليه، يجب عليه أن يبر يمينه هذا السؤال بالله عز وجل، أما أن يقول وجه الله عليك هذا حرام لا يجوز، يعني تجعل الله شفيع عند المخلوق، وجه الله عليك يعني استشفع إليك بوجه الله. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نستشفع بالله عليك، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أتدري من الله، ضيحك أتدري من الله، يعني الله لا يجعل شفيع إلى الخلق، إنما العكس أن يجعل المخلوق شفيعا إلى الله، لأن الشفيع أقل من المشفوع عنده. فأنت إذا قلت أستشفع بالله إليك أو بوجه الله إليك فقد جعلت الله واسطة بينك وبين المخلوق، هذا ينافي عظمة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول السائل كيف توجيه قوله تعالى ألم يجدك ضالا فهدى، ما هو الضلال المقصود في الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إنما كان يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام، ولا يعرف من أحكام الإسلام شيئا لأنه يتعبد على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما
فلما بعثه الله علمه علمك ما لم تكن تعلم أن فضل الله عليك عظيم. فكان قبل البعثة لا يعرف أحكام الإسلام، وإنما عرفها لما علمه الله إياها بعد البعثة. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد القضاء إلا الدعاء؟ نعم، لأن الدعاء من القضاء. لما دعوت الله الدليل على أن الله قدر وقضى أن تدعوه، فالدعاء من القضاء. جزاكم الله. يقول السائل: إذا صلى الإمام جالسا لمرض ألم به، هل يصلي المأمومون خلفه جلوسا؟ إذا كان إمام المسجد الراتب، هو إمام المسجد الراتب وعرض له مرض لا يستطيع القيام معه، فإنه يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما هو بإمام الراتب، لا هو بإمام الراتب، لا يصلون، ما يصلون خلفه، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام، لا يصلون خلفه وهو تارك لركن من أركان الصلاة والقيام، لأنه عاجز، هو صلاة صحيحة لأنه عاجز، أما هم فأقوياء يتركون القيام لا يصلون خلفه، صليبهم غيره، إنسان سليم المرض. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: وأيضا الإمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، يرجى زوال علته، أما الذي ما يرجى زوال علته ولو كان هو إمام المسجد خلاص لا يصليهم غيره، لأنه ما يرجى زوال علته، يستمر على هذا. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للشاب الذي على أبواب الزواج وهو موظف صغير؟ إذا أراد المسلم أن يتزوج ولا يستطيع تكاليف الزواج إنه يعطى من الزكاة. نعم. ولو كان موظفا راتبه قليل ما يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يقدر يصلي لكبر سنه ويقول: لا أعلم ما أقول في صلاتي، هل يعذر علما أنه كان لا يفوت الصلاة؟ يقول: من لا يقدر يصلي لكبر سنه ويقول: لا أعلم ما أقول في صلاتي، هل يعذر علما أنه كان لا يفوت الصلاة؟ ما دام عقله موجودا لا تسقط عنه الصلاة، ولكن يصلي على حسب حاله. قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، لم يستطع فعلى جنب. وإذا كان لا يحسن شيء من القرآن يسبح الله ويهلله ويكبر ثم يركع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وأهله وكبر ثم اركع. نعم. لا يترك الصلاة وعقله موجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: فإنك بأعيننا؟ حفظ الله. الله يرى بأعيننا أن الله يرى سبحانه وتعالى ويحفظه. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله حافظه وناصره ومعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخرت المغرب مع العشاء لأني مسافر، وصليت العشاء مع جماعة المسجد ونسيت أن أصلي المغرب أولا، وتذكرت ذلك عند التشهد الأخير من صلاة العشاء، هل أجعل العشاء هي المغرب علما بأنني تأخرت ركعة، أم أجعل صلاة العشاء على نية الأولى ثم أصلي المغرب؟ لا أصلي العشاء قبل المغرب، لكن لو أنك نسيت عليك المغرب حتى سلمت من العشاء فلا
أصلي المغرب بعد نسيت حتى سلمت، وإذا تذكرت في أثناء العشاء ما صليت المغرب فإنك تجعلها نافلة، تجعل العشاء نافلة ثم تصلي المغرب ثم تصلي العشاء بعدها. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: ما حكم تنازل الأب عن إرثه لأبنائه وهو حي بقصد أنه إذا مات لا ترث أمه وأباه؟ لا يجوز حرمان الوارث من ميراثه، إذا كان هذا هو القصد فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا. أما أن يقسم ماله بين ورثته وهو حي كل على قدر إرثه الشرعي لا بأس، من الزوجة وغيرها، ما أنه يحرم الزوجة من الميراث فلا يجوز. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: رجل قدم للدراسة في إحدى الجامعات في المملكة بشهادة غيره الذي وضع اسمه ثم قبل في الجامعة، ما حكم طلبه للعلم في هذه الجامعة علما بأن الشهادة التي قدمها ليست له وإنما لزميله؟ هذا تزوير وكذب، لا يجوز له هذا، عليه أن يصدق ولا يكذب ولا يستمر في الدراسة بالغش، إنما يبدأ الدراسة من جديد بشهادة له هو. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في صلاة أهل الكراسي، وهل الصلاة على الأرض أفضل؟ أرجو التفصيل لكثرتها في المساجد. ما يصلي على الكرسي إلا إذا عجز عن الجلوس على الأرض، ما يصلي على الكرسي إلا إذا عجز عن الجلوس على الأرض، يصلي على الكرسي لا بأس، يؤمن بركوعه وسجوده وهو على الكرسي ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: أين موضع التعوذ في الصلاة، وهل هو في كل ركعة؟ التعوذ قبل بعد الاستفتاح، بعد الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة، هذا محل تعوذ من الشيطان الرجيم، وهو الاستعاذة في الركعة الأولى، لا لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة في المساجد التي قريب منها قبور وليست فيها؟ إذا كانت القبور خارج المسجد فاصل بينهم طريق، بينهم شارع، بينهم قضاء، لا لا يصلي بالمسجد لأنه خارج القبور. ما إذا كان القبر ملاصقا للمسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: هل للمسافر أن يجمع ويقصر جمع تقديم أو جمع تأخير وهو على خط سير؟ نعم، المسافر له الجمع والقصر في حال السير، هذا له رخص الله له، إذا كان سفره مسافة 80 كيلو فأكثر له القصر والجمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النساء إذا جاءوا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصدرون أصوات زغاريد وأصوات أخرى، لا تمكن النساء من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور تفنين عليه المساجد والسوق، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا يحصل في المسجد الرجيم ولا أصوات، يمنع هذا من الرجال والنساء. نعم. أجابكم الله. يقول السائل: الدعاء قبل حضور الإمام يوم الجمعة هل له فضل؟ الدعاء قبل حضور الإمام
لا بأس، ولكن كونه يصلي نافلة إلى أن يحضر الإمام ولا أفضل، أو يقرأ القرآن حتى يحضر الإمام ولا أفضل من الدعاء. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى إلا اللمم في الآية الكريمة؟ اللمم صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. الذنوب على ثلاثة أنواع: كبائر، أكبر الكبائر الموبقات، وسائر الكبائر، ثم بعد الكبائر الصغائر. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إذا كانت شركا لا تكفر إلا بالتوبة، إذا كانت كبائر دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. أما الصغائر فإنها تكفر بأشياء كثيرة: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم من سلبة الكبائر، وكذلك من مكفرات الصغائر الذنوب العقوبات التي تصيب الإنسان، المكاره التي تصيب الإنسان مما يكفر الله بها خطاياه، وكذلك تكفر بدعاء المسلمين له المغفرة، تكفر الصغائر هذه الأمور. ذكر شيخ الإسلام كفرات الصغائر تقرب من العشر، عشر مكفرات. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، ما تفسير الحديث وهل الخلاف فيها تضاد أو تنوع؟ الصحيح في الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير أول ما يبرك يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أمرنا بمخالفة بروك البعير فنضع الركبتين قبل اليدين إلا للعاجز أو المريض الذي يحتاج إلى الاعتماد على يديه، لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز دخول الكنائس والصلاة فيها؟ إذا كانت طاهرة، أرضيتها طاهرة، ليس فيها صلبان أمامك، لا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هل الغيبة من الكبائر؟ الغيبة من الكبائر عند بعض العلماء، في رواية ثانية عنها من الكبائر، ورواية ثانية عنها من الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من المن بالمال قول القائل أنا صرفت على أهلي كذا وكذا؟ مش الداعي، مش الداعي، إن كان قصده تفاخر بهذا أو قصد أنه يمن على أهلي أو صرفت عليكم وأنت عليكم، لا يجوز، لا يجوز من صدقة أو نفقة، لا يجوز. أتبطلوا صدقاتكم المن والأذى. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم النمس أو التقشير للنساء؟ لا يجوز النمس ولا تقشير البشرة، هذا من تغيير خلق الله عز وجل، والنمس ملعونة، لعن صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة، وهي التي تزيل شعر حواجبها أو بعض الشعر حواجبها، لا يجوز ذلك القصر، كونها تتجمل في وجهها بالأصباغ المباحة، لا بأس أن تقصر وجهها بعد أن تغير خلق الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ورد دليل على أن سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى؟
نعم، العلماء يقولون في أدنى الكمال المجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشر، عشر تسبيحات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ أجرة على قراءة القرآن على المرضى ويأخذ مبالغ هائلة ويقول هذه قيمة الماء المقري فيه أو قيمة الزيت والعسل؟ أول شيء، الإنسان ما يتخذ الرقية شركة يحسب من ورائها، ما يأخذها شركة يحسب من ورائها، أن يطلب الرزق بغيرها ويرقي الناس من باب الإحسان، من باب الإحسان إليه. وإذا أعطوه شيئا فلا مانع أن يأخذه، أما أن يتخذ هذا حرفة وأجرة ويفتح محل، وقد يكون إنه ما يحسن الرقية لكن يبي دراهم، بعضهم ما يحسن الرقية ولا يعرف لكن يبي دراهم يغر الناس، لا يجوز، يجب يمنع الرقية محترمة، الرقية يجب أن تكون من أهل العلم والمعرفة والعقيدة الصحيحة، وتكون بكتاب الله، وتكون بالأدعية الشرعية، ما تكون بالتمكنات أو بالكلام المجهول أو بأسماء شياطين، حرام، شرك بالله عز وجل. الرقية ما يمكن منها إلا من عنده معرفة وعلم وعقيدة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: نحن نعمل بإدارة وليس بها مسجد إلا في الدور الأرضي، لا يكفي المسلمين، ونحن نصلي في الدور الثاني، نقيم جماعة أخرى، وبعض الزملاء يقيم جماعة في الدور الثالث، فما حكم عملنا هذا؟ إذا احتجتم إلى هذا لضيق المكان فلا بأس بهذا، وإن أمكن أنكم تكونون جماعة واحدة ويكون فيه مكبر صوت يسمع الأدوار، تصلون خلف إمام واحد، فهذا أحسن. نعم. صلى الله عليه وسلم على الشيخ وبارك فيكم ونفع عنكم وصلى الله.